أحد الشباب المتدينين في يوم من الأيام في الصحراء ومعه جماعة ينفرد عن هذه الجماعة ويضل عنهم، يمشي يمشي على غير هدى، وإذا بالسيارة تصل إلى منطقة رملية وتغوص في الرمال. يقول أنا أخذت أدوس على البنزين، كلما أدوس السيارة أكثر تنغرس في الرمال. الوقت قريب المغرب، يقول أخذت أتلفت يمنى ويسرى، ماكو أثر، ورأيت آثار أقدام الذئاب. إنسان وحده في الصحراء وهنالك أقدام الذئاب، شوف أي حالة تصيب هذا الإنسان. يقول امتلكني رعب عجيب، رفعت رجلي عن البنزين، رعب وحش. الآن يحل الظلام وتأتي الذهاب. يقول فجأة توصل ذهني إلى صاحبنا وولينا والحجة علينا في هذا الوقت، فناديت من أعماق قلبي يا أبا صالح أدركني. يقول بمجرد ما قلت هذه الكلمة وإذا بالسيارة تنهض من الرمال وتمشي إلى الأمام. يقول مشت إلى الأمام وأنا غير متوجه ما الذي يحدث، مشت ومشت، عدت إلى نفسي، شفت أن رجلي ليست على البنزين، السيارة تتحرك بقوة غيبية. وبعد لحظات رأيت أصدقاءنا، أنجاه الله سبحانه وتعالى ربما من موت محقق ببركة التوسل بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.